مشهد يحبس الأنفاس ويزلزل القلوب. انهارت الطرق وانشقت الأرض وكشفت عن باطنها حمم بركانية تتدفق، ولكن هذه المرة من مكان غير متوقع. جزيرة أيسلندا تشهد أيامها الأخيرة، فما القصة؟ مقطع فيديو نشرته حكومة أيسلندا قلب الدنيا رأساً على عقب، وأثار الذعر في قلب كل من شاهده. فوران بركاني حدث، ولكن ليس كأي فوران بركاني يعرفه البشر، حيث حدث هذا البركان تحت الأرض، ليس من فوهة جبل بركاني معلوم المكان والقوة. وأظهر مقطع الفيديو انهيارات أرضية وانهيار بنيوي بسبب الفوران الذي حدث على حين غفلة منهم، حيث انصهرت الأرض تحت أقدام المواطنين ليخبرهم أن لا أمان في أراضي الجزيرة مجدداً، حيث يواجهون خطراً لا يرون منه سوى تأثيراته. فهل تنتهي بها الحياة؟